كان ده يطلع في التلفزيون؟ اه لا سيئة، لا احسن كتير. مصطفى عايز اسالك على حاجه. السماعتين دول عايزين نعرف ايه الفرق ما بينهم الاوريجينال تقليد، وايه الفرق ما بينهم كخصائص، وايه الفرق ما بينهم كل حاجه. ماشي، دول سماعتين لنفس الموديل اللي هو الام 10، في نسخه كمان ثالثه. الاثنين دول هتلاقي فيهم كل حاجه مشتركه مع بعض، فيهم خاصيه الاي سي سي اللي هي عزل الصوت، ونفس البوكس نفس كل حاجه. تعالى بقى اوريك الفروق بتاعتهم ايه. النسخه اللي عندنا على موقع كازينو هي النسخه الاصليه، فيك مش عندنا، وهقول لك برده في الفيديو ده تعرف الفرق بينهم ازاي. بص هنا معايا كده، واحده فيها العلامه اللي هو الاستيكر الابيض بتاع اللوجو، واحده ما فيهاش. تمام اوكي. لو جينا شلنا السماعات دي حطيناهم هنا مش هتركب. بص ما بتركبش رغم ان هم نفس البوكس ونفس كل حاجه. تمام، ممكن تقول لي النسخ اللي موجودين في السوق؟ ايوه، في واحده منهم ما فيهاش الاس سي دي، مالناش دعوه بيها، اول ما تمسكها تعرف ان مش هي الاصليه. لكن دول الاثنين فيهم الاس سي، بس واحده منهم ضرب وواحده منهم ايه؟ اصلي. تمام خلاص. طب فروق السعر ما بينهم المصطفى تبقى عاليه ولا؟ في بقى ناس بتستغل وتيجي تروح ايه؟ كاتبه لك على العلبه 200 جنيه 220، يقول لك انا بحرق في سعر السماعه رغم ان مش هي الاصليه. الاصليه بقى زي ما انا وريتك كده، لو بدلت السماعات ما تركبش عليها. طب انت مش هينفع يبقى معاك الاثنين. تمام. الاصليه ازاي؟ بص بقى معاك. الاصليه اهي اللي ما فيهاش العلامه. تمام، ما هو الاستيكر ده ممكن يتشال من الصفحه. احنا حاطين العلامه عشان نميز الاصليه من التقليد، لكن هو كده كده بتيجي من غير استيكر. انا حاطط الاستيكر ده عشان اقول لك ان دي المضروبه. اه يعني الاستيكر ده مش بينزل فيه. لا لا انا اللي حاطه. تمام خلاص. بص بقى المضروبه هتطلعها من البوكس، هتنور معاك احمر وازرق زي ما انت شايف كده، قرب ظهر معاك كده. اه بتنور احمر وازرق وبتفصل بسرعه الاضاءه بتاعتها، بتنور احمر وازرق. الاصليه لما تيجي تطلعها هتلاقيها بتنور احمر وازرق، اه بس الازرق بيتداخل مع الاحمر زي ما انت شايف كده، بيدى درجه الموف شايف كده. تمام اه واضحه معاك. اه طلعتها ثاني اهي، بتبقى متداخله والالوان بتاعتها هاديه، تحس انها مش منوره اصلا. اه تمام اهي. تمام ازرق وايه؟ تمام ازرق واحمر مدي على موف كده. اه كده عملوا كونكت مع بعض والاثنين بيفضلوا شغالين. ده اهم حاجه في الاصليه، لكن الضرب دي هتلاقي واحده شغاله بتنور والثانيه مطفيه خالص. تمام. طيب الفرق الثاني، خدنا السماعات من البوكس الاصلي حطيناها في المضروب والعكس. بص السماعات نفسها مش هتيجي، مش ترضى انها تخش في البوكس. بص معنى كده ان حجم السماعات مختلف. انهي بقى اللي هتبقى مريحه اكتر في الاستخدام وانا حاططها في ودني؟ الاصليه التصميم بتاعها مختلف عن الثانيه، والا كانت ركبت في المضروبه. طب ممكن ده يكون له علاقه بالكاوتشه بتاعتها ولا ملوش علاقه بالكاوتشه؟ هو مقاس السماعه ذات نفسه. ماشي السماعه نفسها ملوش علاقه بالكاوتش. الاثنين بيقروا على البلوتوث. اقول لك بقى دي بتقرا ايه ودي بتقرا ايه. بص دي الاصليه هتظهر معاك على الموبايل ايه؟ تي دبليو اس. دبليو اس اه خاصيه ايه بقى؟ الاي سي. ايوه عزل الصوت تي دبليو اس دي الاصليه. دي بقى اللي هي الايه؟ الكوبي اللي هي فيها العلامه في العلبه. ماشي. تمام. بص على الموبايل ظهر ايه؟ ام 10 عشان يثبت لك انها ام 10 يعني. وهتلاقي برضو فيها خاصيه الاي سي سي برضو. تمام نفس الكلام. الاي سي سي دي اللي هي خاصه بعزل الصوت المصطفى؟ عزل الصوت المايك. هنا مصطفى يعتبر احنا بس الاختلاف اللي احنا لحد دلوقتي اللي انا لاحظته، لو انا بشتري بعيدا عن ان انت قلت لي ان الاستيكر ده انت حاطه كعلامه التمييز، اه ان هاجي ابص الاختلاف في كده بس. طيب الصوت هيفرق معايا في الجوده ووضوحه؟ الصوت هيفرق في الاثنين. انا هسمعك دلوقتي وكمان هخلينا نعمل تيست في الشارع كده عشوائي مع ناس، الناس بنفسها هي اللي هتحكم في الشارع وهتقول اللي فيها الاستيكر صوتها عالي ولا اللي ما فيهاش استيكر الاصليه يعني اللي معانا بتاعتنا دي اللي صوتها كويس ولا دي. تمام اوكي. ده اكبر اثبات، وكمان في المايك بتاعها مش محتاجه كلام طبعا، يعني الصوت بتاعها ممتاز. ونشوف دلوقتي صوتها مع الناس في الشارع ونشوف رايهم فيها ايه. احنا جربنا اول واحده اللي هي اللي فيها اللوجو هنا اهي اللي هي العلامه البيضاء دي، انت قول صوتها بس اهم حاجه معاك. تقييمك عامل ايه للصوت؟ يا صوتها كويس بصراحه بس يعني مش على حاجه. طيب هنوريك الثانيه دلوقتي وهتقول لنا ايه رايك فيها. خلاص. لا احسن كتير. دي اللي هي التانية اللي من غير اللوجو في العلبة صوتها معاك عامل ايه؟ احسن بكتير. صوتها اعلى يعني؟ اه اعلى. تقييمك للسماعة ايه؟ مستوى الصوت؟ واطي واطي. انا سامعك.
سامعني وانا مش بنتكلم، مفيش اي عز صوت موجود معايا. انا ما اسمعك. دي اللي فيها العلامه صح؟ اه تمام. طيب نجرب الثانيه. اوكي الكلام ده يطلع في التلفزيون؟ اه في فرقه اصلا في لبس السماعه دي افضل. طب مش السماعه حجمها مختلف فعلا. بالظبط الثانيه كان لازم افضل ماسكها. طيب ما شغلتش لسه بتبدا اعلى من كده. كده الصوت هيفرق معاك برضه. مفيش حاجة اشتغلت لسه. اصل انا معايا ايربودز. مفيش فرق بين الاثنين. لا دي احسن شوية. دي احسن. دي اللي فيها العلامة اهي. تمام. هنشغل بقى. حط بقى السماعة واعمل تيست. تمام ماشي. كده. صوتها. لا دي كويس. يعني عالي ولا واطي ولا؟ لا في المعتاد. مش انت سامعني كويس وانت حاطط السماعة في ودنك. مستوى العزل بتاعها مش احسن كفاءة ولا احسن اداء. تمام؟ لا العزل بتاعها مش اللي هو انا سامع كويس. طيب يعني كده؟ دي اعلى من الثانية. دي اعلى من الثانيه. طب والعزل فيها كويس. لا سمعك يعني مش احسن حاجه. الراحه بتاعت التلبيسه بتاعت السماعه في الودن دي كانت احسن اللي معاك احسن دلوقتي؟ احسن من الثانيه. احسن من الثانيه دي اللي ما فيهاش لازمه. تمام دي كده شغلنا. دي كده تمام. دي اللي هي العلبه بتاعتها ما فيهاش ده العلبه بقى كده الكفر بتاع العلبه. معلش العزل بتاعها كويس. اللي هي ديت اللي ما فيهاش العلامه بتاعت البوكس. شوف بقى التانية. بس الصوت بقى ده كده على حاجة. لا سيئة تانية احسن. الصوت اوطى؟ دي مكتومة. مكتومة صح؟ مضغوطة اوطى. اللي هي فيها ايه العلامة دي. تمام كده مصطفى. اهم الفروق الاساسيه اللي هتبقى موضحه معايا لو انا بشتري مع الاسم ده على البلوتوز هو اللي هيوضح معايا والنقطه بتاعه الاضاءه. فاي نقط تانيه تبقى ليا بند مارك توضيح ليا؟ لا هو اهم حاجه احنا بنركز عليها الاضاءه زي ما قلت لك كده. بص على الفرق بين الاضاءتين اهي. دي بتنور ازرق. دي اللي هي المضروبه اللي على اليمين. دي المضروبه هتنور معاك ازرق بس بعد ما طلع من البوكس. مفيش احمر. تمام. الاصليه بتنور احمر ازرق وبتدي على موف تفضل تنور برضه. دي بتطفي المضروبه بتطفي معاك نور ازرق وبعد كده تطفي. هي الاصليه الاضاءه بتاعتها طالعه عندي هنا في الكاميرا ضعيفه مع انها على الطبيعه باينه كويس جدا. اهم حاجه ان الاصليه هتلاقي الاضاءه بتاعتها ميكس بين الاحمر والازرق وبيدي على موف. لقيتها بتنور احمر وازرق وبتطفي بسرعه يبقى مش اصليه. تمام. وهتلاقي كمان فرق الصوت هيبقى واضح. هتلاقي صوتها ضعيف لو انت شايل اللي هي المضروبه دي. هتلاقي صوتها ضعيف جدا يعني او صوتها عادي زي ما شفنا راي الناس من شويه. اما دي هتلاقي صوتها عالي وحتى الخامه بتاعتها والبوكس اتقل شويه من الثانيه. لكن العلبه نفسها نفس العلبه مش هتعرف تميز بينهم. لكن الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه وعاملين فيديو عشانه الاضاءه. إضاءة طيب. السماعة لازم تبقى معاك مديها لون موف أحمر وأزرق غير طيب. كده تبقى مضروبة. طيب التوفر بتاعها مصطفى هي متوفرة دلوقتي على الموقع؟ موجودة على الموقع الأصلية وبتجرب قبل ما تستلم. طيب كان في عرض لسه شغال العرض بتاع السماعة مع ساعة؟ موجودة. تمام أوكي شكرا مصطفى.